أصدقائي السلام عليكم، مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامجكم تقنية. اليوم ما عندناش مراجعات، ولكن اليوم غادي نتكلموا على البلاي ستيشن 5. اشنو آخر الأخبار؟ شنو اللي عارفين عليها؟ وإمتى تاريخ الإصدار ديالها؟ إذا خليكم معايا نطلقوا بعد هذا الفاصل. على غير عادتها، شركة ديال سوني كتخبرنا بخبر جديد على البلاي ستيشن 5 اللي كنتسناوها كلنا. بلاي ستيشن 5 اللي حتى واحد ما عارف الشكل ديالها، الاغلبيه ديال الصور اللي كنشوفوا في الانترنت هما فقط دي بروتوتيب ودي كونسيبت وتصورات من لي فانز. الخبر اللي كان هو قطعه جديده من البلاي ستيشن 5 وهي المانيطه ديالها. خبر جا بدون سابق انذار وبحال مفاجاه. علاش هذا الخبر ديال المانيطه جا مفاجئ؟ لان في نفس النهار فاجعنا على هذه المانيطه كانت مايكروسوفت العدو اللدود ديال سوني. نفس هذيك اللحظه كان عندهم واحد ليفنت، وهذا الحدث اللي كانوا كيتسناو كاع لي جيمر عشاق الاكس بوكس، يكونوا فيه الاغلبيه ديال الالعاب القادمه اللي غادي تكون على هذا المنصة. ما كما كتعرفوا ان بلاي ستيشن طورت بزاف النسخ الاخير ديالها من 3 حتى ل4، لا من ناحيه الشكل لا من ناحيه السرعه ولا من ناحيه البيرفورمانس. يعني كان واحد التطور كبير بزاف، وكنتوقعوا ان بلاي ستيشن 5 غتكون احسن واكثر سرعه. فقط ما بين بلاي ستيشن 3 وما بين بلاي ستيشن 4 كانوا بزاف ديال التغييرات وبزاف ديال التحديثات. مثلا ولينا كنلعبوا بالالعاب 4K، والستوكاج ديال بلاي ستيشن وصل ل1 تيرا. الطلغام طلعت بزاف من بين جوج ديال لي بلاي ستيشن، يعني ولينا كنلعبوا بالالعاب بسرعه اكثر، حتى الفلويديتي ولي جرافيكس والريزولوسيون طلعوا بزاف. دزنا من 256 ميجا في لغام في بلاي ستيشن 3 ل 8 جيجا في البي اس 4، يعني ان لغام ضربات في 16 مره. كما قلت لكم في بي اس الجايه بي اس 5 كانوا بزاف ديال الاشاعات وبزاف ديال لي كونسيبت. البي اس 5 اللي مازال حتى واحد ما كيعرف الشكل النهائي ديالها، الحاجه الوحيده اللي كنعرفوها من شركه ديال سوني هما لي بيرفورمانس ديال بي اس 5 واللي غادي يكونوا تحديثات خرافيه. بحسب الاخبار اللي عطاتهم الشركه ديال سوني على البي اس 5، فالرام غادي تدوبل، يعني غندوزو من 8 جيجا ل 16 جيجا. وباغ ديفول بلاي ستيشن 5 غادي يكون فيها اس اس دي بقدره استيعابيه ديال 865 جيجا، وهذا شنو كيعني؟ كيعني فلويديتي اكثر في الالعاب ورياليزم ودقه خرافيه في الجرافيك. كمان جينيراسيون جديده اللي جايه في الالعاب هما الالعاب ويكا، يعني ان البي اس 5 كومباتيبل مع لي جو ويكا. تمام، الاخبار اللي صدرت على سوني رسميا هو الثمن ديال البي اس 5 واللي غادي تكون في النواحي ديال 4500 درهم مغربيه تقريبا. ومن غير البيرفورمانس اللي عارفين رسميا على البي ستيشن 5، الشكل ديالها حاليا كنعرفوه جوج ديال الاخبار الرسميه. الشيء الاول اللي كنعرفوه رسميا من شركه ديال سوني هو اللوغو ديال بلاي ستيشن 5. حاليا اللوغو الرسمي اللي كنعرفوه هو هذا اللي كتشوفوه دابا في الشاشه. الشيء الثاني اللي كنعرفوه على بلاي ستيشن 5 رسميا هو المانيطه ديالها، واللي اختارتها الشركه ديال سوني رسميا الاسم ديال ديوال 5، واللي غيكون فيها بزاف ديال التحديثات على المانيطه ديال بي اس 4. المانيطه كما قلنا تغير الاسم ديالها من ديوال شوك لديوال سنس، واللون ديالها باغ ديفو غادي يكون هو الابيض. وغادي يكونوا في هذه المانيطه واحد المجموعه ديال الاجزاء سوداء، والشكل ديالها كيشبه بزاف المنافسه ديالها الاكس بوكس. اما بخصوص الازرار فغادي يبقاو هما النيت. الشيء الوحيد اللي غادي يتبدل هو ان هاد الازرار غادي يوليو شفافين. وكما لاحظتوا في البي اس 4 في المانيطه ديالها كاين واحد مكبر صوت. اما في المانيطه ديال البي اس 5 غادي يوليو جوج ديال الحوايج، غتولي عندنا سماعه وغيتزاد عليها ميكروفون. يعني ان سوني كتفكر لي جيمرز انها بغات تنميهم المشكل ديال الكاسك اللي ديما راكب، انك غتولي تلعب وانت مرتاح. وانا صراحه كيبان لي هذا الحل ماشي في محله، لان الحلاوه ديال الجيمين هو انك تكون داير الكاسك. اضافه اخرى لهذه المانيطه هو ان الاحساس ديالها غادي يكون مختلف، والاهتزازات ديالها حتى هي مختلفه، وحتى اللمس ديالها غادي يكون مختلف. يعني غتعيش واحد الاكسبيريونس واعره وغتحس باللعبه اكثر. نعطيكم مثال، مثلا في سباق ديال السيارات يكونوا اهتزازات، هاد الاهتزازات كيختلفوا على حسب الطريق اللي انت لاعب فيها. مثلا سياره غاديه فوق الاسفلت، تراب، حجار، عشب، الاهتزازات بطبيعه الحال غيكونوا مختلفين على حساب الارضيه اللي انت غادي فوقها، يعني غيتحس باللعبه اكثر واكثر. هادشي علاش سماو المانيطه ديوال سنس، لحقاش الاحساس باللعبه غادي يولي اكثر واكثر. اضافه جديده وان المانيطه ديال بي اس 5 غتولي تشارجا بكابل تيب سي. علاش هادشي؟ باش ان المانيطه تولي تشارجا بسرعه اكثر، كما انها زادوا في الطاقه الاستيعابيه ديال البطاريه ديالها، والمانيطه غتولي تخدم بالاوامر الصوتيه. يعني انا البي اس 5 كتولي تحكم فيها فقط بالصوت ديالها. بيني وبينكم انا متحمس بزاف هذا البي اس 5، لان غدير واحد النقله نوعيه في الجيمين. ولكن خصنا نتسناو حتى النهايه ديال 2020، لان سوني حددت الاخر ديال العام باش انها تبدا من نهايه ديال السنه، لان تيكونوا فيها البيريود ديال الكريسماس واعياد الميلاد والكادوات. يعني انا سوني بغات تستغنى هذه الفتره لان تكون فيها الكادوات بزاف. اذا اصدقائي نتلاقاو في الحلقه الجايه مع مراجعه جديده وجهاز جديد.